استهل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، استهل زيارته إلى مهرجان ليوا الدولي 2022 الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، بتفقد قرية ليوا التي تقام فيها مجموعة متنوعة من البرامج الفنية والثقافية ومتاجر التجزئة والترفيه العائلي وتجارب الطهي العالمية، حيث تستضيف منطقة تناول الطعام جيز شركاء عالميين في مجال الطهي في كل عطلة نهاية أسبوع لتقدم للزائرين تجربة تناول طعام متعددة الأذواق. كما تضم القرية عروض الثقافة الإماراتية والتصميم الإماراتي المعاصر إلى جانب منافذ القهوة المصنوعة يدوياً، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المناسبة للأطفال من كافة الأعمار، إذ يشتمل البرنامج على الترفيه والألعاب والتجارب الثقافية الترفيهية بالإضافة إلى منطقة الألعاب الإلكترونية. والتقى سموه خلال زيارة عدداً من نجوم السينما الأمريكية الذين يحضرون المهرجان للاطلاع على فعالياته ومنافساته المتنوعة. وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في ختام الزيارة، أشاد بالحضور الجماهيري الكبير والتنظيم المميز لمهرجان ليوا الدولي، وأكد على أهمية توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات لإنجاحه، كونه يعد واجهة رياضية مهمة لدولة الإمارات ولمنطقة الظفرة، وأصبح مقصداً مهماً لعشاق التحدي والمغامرة، يسهم في دعم وترسيخ ثقافة الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة بمختلف مجالاتها. ودعا سموه إلى تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المشاركين في المسابقات، منوهاً إلى أهمية استثمار النجاحات الكبيرة التي حققها المهرجان في دوراته السابقة من أجل دعم القطاع السياحي للمنطقة وجذب الزوار. وثمن سموه الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وكافة الرعاة والشركاء الاستراتيجيين لإنجاح الحدث والتنظيم المميز لكافة الفعاليات والأنشطة التي تقام في منطقة الظفرة.